احمد حسنين فتحي شغال هنا في محل البرهان مع الشيخ محمد اللي هو صاحب المكان اصلا. المحل هنا يعني عطاره وعلافه، وكمان في تاتش زياده اللي هو فيه حاجات الحلويات كلها بتكون موجوده عندنا هنا كمان، يعني مش على قد مثلا العطاره بس سواء زيوت او بهارات، لا في اللي هو الحاجات بتاعت الحلويات كل ما يخص الحلويات بتلاقيه موجود عندنا هنا برضه، زائد عطاره وعلافه. في وصفات تخصيص بتكون جاهزه، وفي وصفات بتكون يعني احنا بنحضرها هنا او الناس بتيجي يعني تقولها بالاسم كمان. الناس دلوقتي بقت ما شاء الله يعني كده، في حاجات زي الاسباجول او بذور الشيا او حتى بذور الكتان، دي حاجات الناس بتيجي تطلبها بالاسم، مع دي مش حاجات جاهزه، لا ده حاجات مثلا لما اقول بذور او مثلا زي الاسباجول او اللي هي بذور الشيا او بذور الكتان، فدي حاجات بالتخصيص. اللي بيجيب نتيجه عندنا مش الناس بتيجي تقول جاب نتيجه، اللي بيجيب نتيجه عندنا اللي هو بيطلع بيتباع. ومعنى كده ان اللي بيجيب نتيجه هو الحاجات اللي هي اللي مش جاهزه بمعنى اصح، او اللي هي المنتج اللي هي جاي يعتبر زي ما بيقولوا كده خام الاعشاب. الاعشاب بالظبط، فهي دي اللي اعتقد اللي هي اللي جايه من نتيجه مع الناس. عندنا كل انواع الزيوت هنا وكل ما يخص الشعر، حتى في يعني في عندنا درجتين من الزيوت بمعنى اصح، اللي هو في حاجات بتدي جوده كجوده مثلا 50% وفي حاجات بتدي نتيجه 100%، فعندنا ما شاء الله يعني حاجات خام وحاجات اقل منها حبه شويه. عندنا حاجات معبأة يعني حاجات ابوات كده صغيره جاهزه، دي اللي هي اللي يعتبر يعني يعتبر كجوده مش قد الخام قوي، لكن عندنا بقى العبوات الجاهزه اللي هي الكبيره دي مش جاهزه، قصدي العبوات الكبيره اللي احنا بنعبي منها وبنعمل خلطات منها احنا نفسنا بمعرفتنا، دي اللي خام ونضيفه. ولنفترض ان كان تساقط ولا، فممكن نحط مثلا زيوت صبار مع زيوت اللي هي مثلا ان كان روزماري اللي هو اكليل الجبل، او ان كان زيت جرجير. تمام. بس فهي على حسب بقى المشكله اللي في الشعر احنا بنعمل ايه الخلطه نفسها. الحمد لله يعني عندنا هنا ناس ما شاء الله يعني على درايه كامله بالموضوع وعندها خلفيه جامده جدا في حوار الزيوت والحاجات، فعندنا كل ما يعني كل ما يخص العلافه بدايه من الحبوب او حبوب او بقول، يعني اي حاجه انت ممكن تتخيلها في اي حاجه في بالك هتلاقيها موجوده عندنا، سواء نبدا مثلا من كان في فول التدميس، ان كان في العدس بيبقى العدس الاصفر، الفشار في الرز، في الشعريه، في المكرونه. الاسعار هنا الاسعار ان كان الفول ب 40 جنيه، اللي عندنا العدس ابو جبه او الاسمر ب 48 جنيه، عندنا الفشار ب 44 جنيه، عندنا العدس الاصفر ب 56 جنيه، عندنا مثلا الترمس ب 40، عندنا الحمص ب 60، وفي حبايه ثانيه ب 80، وعندنا الرز ب 28 و 30، الفاصوليا عامله كام؟ عندنا الفاصوليا ب 80 واللوبيا عامله 88، وفي المكرونات بايعه فيه ب 20 وفي ب 22 على حسب، في اشكال مختلفه منها وجودات مختلفه كمان. البيع والشراء والله احنا في حاله يعني فوق مره فوق ومره تحت، وفي حاجات في حاجات بتطلع وقصادها في حاجات بترفع، يعني حاجات اللي كانت نزلت مثلا زي السكر اليومين دول نزل، فقصاده ان الزيت رفع اليومين دول برضه. الزيت سعره هنا عندنا بيبدا من 50 جنيه اللي هي الازازه اللي هي الثلاث ارباع، وعندنا الازازه اللي هي حاجه اسمها زيت رباع بتكون الازازه فيه ب 55، وعندنا الزيت الثاني الازازه ب 65 جنيه.